أحب بس في دقائق معدودة جدا نتشجع بشيء من كلمة الله. الحقيقة بشوف إنه هو تحدي قدامنا كمؤمنين في الساعة الأخيرة اللي احنا بنعيشها على الأرض هنا. بيتهيألي التحدي ده بنلاقيه في كل الأصحاح، رومية 12، ألا وهو إنه يا ترى احنا بنعيش الإنسانية ولا بنعيش المسيح؟ وده سؤال الحقيقة بدعو نفسي مع كل أخ وأخت فينا إننا نعيد التفكير فيه، بنعيش الإنسانية ولا بنعيش المسيح؟ لأنه إحنا عارفين بالطبع إنه كتير قوي من الناس حوالينا بغض النظر مسيحيين أو غير مسيحيين، لكن من خلفيات مختلفة، لكن بيجتهد إن هم يعيشوا الإنسانية. لكن الحقيقة بشوفه تحدي كبير لما نفكر إن إحنا مدعوين نحقق كلمة الكتاب: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. والأصحاح ده من الأصحاحات في كلمة الله أو الأجزاء في كلمة الله اللي بتحطنا قدام الحقيقة دي. يمكن الموعظة على الجبل مع أهميتها يعني بتنور علينا كتير كيف تعاش الحياة المسيحية، لكن أعتقد الأصحاح ده بيقودنا للفكرة دي إنه كيف نعيش المسيح. فكتير قوي إن كان اهتمامهم إن هم يحافظوا على مستوى معين من الأخلاقيات سواء بينهم وبين أنفسهم أو في التعامل مع الآخرين، لكن بالأولى الرب يشجعنا من كلمته في هذا الجزء من رومية 12 إننا نكون بنجتهد أكتر نعيش المسيح، لأننا بنشوف بالاختبار قد إيه الأمر مختلف بين إن اللي بيعيش المسيح بيعيش الحياة الجديدة، بيعيش الحياة الأبدية من هنا، وبين إنه يعيش بقى الحياة الإنسانية كيفما يعني ارتفعت أخلاقياتها أو تدنت أخلاقياتها فتفضل هي الحياة الإنسانية. عشان كده يعني حابب أبتدي في الدقائق القليلة دي من حيث توقف الأخ طلعت المرة اللي فاتت. فبدءاً من عدد 13 بيكمل لينا كيف تعاش الحياة بحسب المسيح أو كيف المسيح يحيا فينا، لما بيفكرنا بوصية مهمة جداً ويقول مشتركين في احتياجات القديسين عاكفين على إضافة الغرباء. والحقيقة قد إيه الأمر ده، دي مش مجرد دعوة للتشجيع على عمل الخير، لكن خلونا من المنظور ده بتعامل أو نخضع ضمائرنا للآية إن إحنا مشتركين في احتياجات القديسين. الحقيقة أنا دايما بسمع كلمة من الأخ طلعت بتعلمها لنفسي كتير وبصلي إن أكون فيها، إن الرب يحفظنا من البخل والشح في نظرتنا تجاه احتياجات القديسين. وقد إيه الدرس ده هيفضل درس غالي بنحتاج نكبر فيه طول العمر. بيحضرني موقف في سفر الأعمال الحقيقة غاية في العجب. في سفر الأعمال أصحاح 11 في نهايته بنشوف فعلاً مؤمنين اشتركوا في احتياجات القديسين، واشتركوا مش لأن ظروفهم كانت واسعة، لكن بالرغم من مفاجآت صعبة في الحياة نظير الأوضاع الاقتصادية اللي احنا بنعدي بيها دلوقتي بالإجمال. بس يقول الكتاب إن الإخوة في كنيسة أنطاكية كانوا الحقيقة إخوة يعني محترمين للغاية، لأنه جالهم النبي أغابوس وسمعوا منه رسالة مؤكدة إن هناك جوعا عظيما عتيد أن يصير. أشكرك يا أخونا فادي، أهو قدامنا في عدد 28 من سفر الأعمال أصحاح 11 النبي أغابوس أشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة، ويحدد لنا التاريخ ده حصل إمتى، في أيام كلوديوس قيصر. طب كان إيه موقف المؤمنين في كنيسة أنطاكية؟ موقف مشرف الحقيقة جدا، أظهروا بيه اشتراكهم في احتياجات القديسين. فيقول لنا في عدد 29 فحتم التلاميذ، ودي كلمة حتم دي تحتاج نحط تحتها يعني 60 خط، لأنه مش بيقول فكر التلاميذ ولا يعني تمنى التلاميذ، لكن حتموا بمعنى أصروا على تنفيذ الأمر اللي احنا عارفينه بعد كده.
فحتم التلاميذ حسبما تيسر لكل منهم، كأنه ما فيش استثناء، الكل لازم يشارك في هذا الأمر، أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية. والأمر اللي ملفت للنظر بالنسبة لي الحقيقة، إنه لما تبقى في مجاعة الإخوة المؤمنين دول مش يعني يخزنوا لأنفسهم، لكن بالرغم من الظروف والمفاجآت بتاعت المجاعة اللي بيقول عنها الكتاب هتكون على جميع المسكونة، لكن مع هذا أصروا إن هم يشتركوا في احتياجات القديسين وأرسلوا بيد برنابة وشاول. يعني هنا بقى المنطق الطبيعي، لو دول بيعيشوا الإنسانية كانوا يقولوا يا دوبك اللي عندنا هيكفينا في الظروف القاسية اللي جاية، لكن المؤمن لما يبقى عنده الاتكال الحقيقي على الرب مش على الإمكانيات العينية اللي موجودة، قد إيه هيعيش الآية دي بشكل أفضل، مشتركين في احتياجات القديسين وعاكفين على إضافة الغرباء. عشان كده اللي بيعيش المسيح بيقول لنا عنه في عدد 14: باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. يعني الاضطهاد ممكن يزيد والقسوة من الناس علينا بتزيد، ودينا بنشوف النهاردة تبلد الأحاسيس عند كثيرين، لكن مع هذا في وسط هذه الظروف الدعوة لمن يريد أن يعيش المسيح: باركوا على الذين يضطهدونكم. برضو لعلنا نذكر أنه في سفر الأعمال أصحاح 8 لما حدث اضطهاد عظيم بعد موت استفانوس اللي شهد شهادة طيبة جدا عن الرب يسوع المسيح وعن تاريخ معاملات الله مع شعبه القديم، لكن حدث الاضطهاد ويقول لنا الكتاب أمر مشرف أن الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة، وكأنه هم يعني يضطهدوا من هنا ويطردوا من هنا، فما يطوش جناحات الحزن عليهم ويفضلوا يصلوا يا رب ارفع عننا الاضطهاد، لكن الحقيقة قد ايه كان ليهم موقف مشرف انه جالوا مبشرين بالكلمة. وطبعا لما يوصلوا رسالة الخلاص لمن حولهم وهم في ظروف قاسية صعبة، كأن هم فعلا بيحققوا قول الكتاب: باركوا ولا تلعنوا. الرب يحفظنا، واحنا عارفين أهمية الكلمة اللي بيوصينا عنها الكتاب: لا تخرج من أفواهكم كلمة رضية بل كل ما كان صالحا للبنيان. وارجع وأقول هكذا يعاش المسيح في وقت الاحتياجات. كيف يعاش المسيح؟ بالاشتراك في احتياجات القديسين. وفي وقت الاضطهاد كيف يعاش المسيح؟ بأننا نبارك ولا نلعن. لكن كمان يوصل الأمر أن المؤمن بيخرج فعلا خارج ذاته لكي يعيش المسيح، فيقول لنا الكتاب في عدد 15: فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. وقد إيه الشركة دي بنشوفها ونتذكرها في الرب يسوع المسيح، وكلنا نذكر كيف يعني ظرف الدموع وهو بيرى مرسى بتبكي ويرى مريم بتبكي ويرى الجموع بيبكون في طريقه لإقامة لعازر، ويسجل الكتاب الآية الغالية علينا اللي بتورينا يعني مشاعر الرب يسوع الرقيقة، إنه بكى يسوع. ودي ساعدنا الرب إن الأمر ده يعني يزداد في حياتنا أكتر، ودينا بنشوف النهاردة يعني قد إيه متألمين بأوجاع الجسد وأمراض مختلفة بيبكوا. محتاجين نسأل أنفسنا عن حجم بكائنا لأجلهم أمام الله، وحجم بكائنا أيضا معهم في الظروف المختلفة اللي بيمروا بيها. لكن فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، زي ما في فرح وزي ما في بكاء وإحنا بنشترك في الأمرين مع بعض، فالحقيقة بهذا أيضا يعاش الرب يسوع المسيح. أنا بتمنى من قلبي أن الكلمات الإلهية دي تشجعنا وتحطنا قدام التحدي ده أكتر، ويدينا الرب نعمة أن إحنا مش بنعيش الإنسانية بأخلاقياتها وإن كنا نحرص عليها، لكن بالأولى اهتمامنا الأكبر أننا نحيا، لا كل واحد هيقول فأحيا لا أنا بل المسيح.
الرب يبارك الدقائق المختصرة دي لنا ولكل الشعب.